السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو انت بتعرف تشتغل بأي برنامج، برامج 3D زي 3D ماكس، مايا، عندك بلندر، عندك برامج كتيرة جدا بتعمل الشغل 3D. طيب بعد ما اتعلمت ازاي تستفاد، ممكن تشتغل في شركة، او ممكن تعمل شغل خاص بيك، او ممكن تعمل نماذج معينة وتبدأ تبيعها. انت عارف وانت شغال مثلا بتعمل فيلا، ساعات ممكن تقابلك مثلا ترابيزة معينة أو كرسي معين، أنت هياخد منك وقت، يعني مفيش حاجة مستحيل تتعمل لكن هتاخد وقت، فبتروح تدور عليها في مواقع معينة. أنت ممكن تعمل الموديل ديت وتحطها، أنت تعملها مرة واحدة، وبعد كده كل ما حد بيشتريها بتلاقي الحساب بتاعك زاد. قابلت ناس كتيرة ربنا فتح عليهم بسبب القصة ديت، ربنا خلاها سبب في الرزق، إن هو مثلا بيعمل نموذج معين يكون مطلوب في السوق، تمام، ويبدأ إن هو يحطه ويسيبه، تلاقي كل يوم مثلا حد اشترى حاجة بتاع، لو حاجة بتاعتك كويسة. ده مثلا موقع من ضمن المواقع s3dsky.org، تمام، تقدر تحط حاجة. الموقع ده من ضمن الحاجات المميزة اللي فيه ان هو مش بيقبل اي حاجة، يعني لازم يتأكد ان الشغل بتاعك كويس، في مراجعة للموديل قبل ما يحط الحاجة، تمام. في موقع تانية زي الموقع دوت السكتش فاب، بتقدر ترفع على طول الحاجه اللي انت عايزها، سواء انت عاملها بقى بالسكتش اب او عاملها باي برنامج. خلي بالك لو الموقع بيسترد امتداد معين، فسهل ان انت تحول شغلك من امتداد لاخر. تقدر ترفع الموديل وتبدا ان انت تحطه، هتلاقي ناس كتير حاطه شغل ليها، تمام، وعرضها للبيع. لو عاجبك الموديل وعايز ان انت تحمله، فبتلاقي ان انت مثلا هتدفع $10 مثلا. $10 دول هيوفر لك ساعات كتير جدا من ان انت لو حاولت تعملها مانوال، في حاجات كتيرة بتبقى الناس حطاها ببلاش. طيب موقع تاني مثلا زي دوت، بتدور على الحاجة اللي انت عايزها، وزي ما انت شايف هو مدي امتدادات كتيرة جدا، 3D ماكس، مايا، سينما 4D، بلندر، في بي اكس موديل، وحاجات بتبقى الجودة بتاعتها عالية، سواء شخصيات، حيوانات، وهكذا، فتقدر تحمل اللي انت عايزه. ده برضو سي جي تريدر، تقدر تحمل الملفات بتاعتك، هتعملك اكونت وتبدا ترفع الموديل اللي انت عاملها، لازم تكون انت اللي عاملها مش محملها في مكان تاني، وتبدا ان انت تسيبها، ويبدا الحساب بتاعك او العداد يفضل يشتغل. وفي موقع مثلا زي خمسات، انت ممكن تلاقي حد بيدور على الموديل دوت، او حد عايز يعمل موديل معين، يعني هو الراجل شغال في الفيلا ومطلوب منه مثلا يعمل حوض سمك، فبدل ما يعمل هو حوض السمك وياخد منه وقت، يقول لك لو انت شاطر في الموضوع ده اعمله في مقابل مبلغ معين. فدي من ضمن الحاجات اللي ممكن تخليك تكسب من ان انت تقدر تعرف تعمل موديل 3D. وفي مواقع مثلا زي Upwork، تمام، بيديك امكانيه ان انت تعرض المنتجات بتاعتك او تعرض الخدمات بتاعتك، تقول لهم لو حد عايز يعمل حاجه فهو يتواصل معايا وانا اقدر ان انا اعمل له الحاجه دي مثلا بمبلغ معين. بس الحاجات دي ان انت بتتعامل بالدولار، فبيبقى الموضوع مجزي، تمام. اتمنى الاستفاده. اسيب لكم رابط اسفل الفيديو، ولو في اي حد يعرف اي موقع احنا ما ذكرناهوش يا ريت تكتبه ان شاء الله.